بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما رمضان كريم عليكم. طبعا الدعوة جميلة جميلة من قناة صحة وجمال ان انا اكون تحت امركم في شهر رمضان ان شاء الله. فطبعا كان لازم ألبي الرغبة ديت، وقد ايه انا بحبكم جدا وبعزكم جدا. طال الانتظار ان انا اشوفكم سنين طويلة تقريبا بعدت عنكم، بس يعني قلت ولو هيبقى منبر صغير او منصة صغيرة اقدر اوصل فيها اللي حضراتكم عايزينه. ان شاء الله النهاردة البرنامج هيكون مدته ساعة مباشر. طبعا هنتظر تليفوناتكم وهنتظر كل اللي ممكن تأمروني بيه. طبعا انا هبقى معكم تقريبا حد واربع. النهاردة هنعمل حاجات بسيطة او منيو بسيط جدا كان نفسكم فيه وبتحبوه، اللي هو الزنجر للاولاد او الفراخ البروست. هنعمل الرز الريزو طبعا المشهور جدا، هنعمل البسبوسة، وهنعمل المسحب المشهور جدا، وربنا يقدرنا ونقدر نخلص الكلام دوت. طبعا معايا دراع اليمين اسمه ايه؟ رئيس مجلس الاداره ايمن. رحب بالساده ايمن. مرحبا بكم على القناه وفرصه سعيده ان انا حاطط القران الكريم. مرحبا بكم. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا وفرصه سعيده اللي انا طلعت معاكم على القناه ومع الشيف طبعا المتخصص شيف محمود عطيه. يوميتك 40 جنيه زي ما انت. اول حاجه هنعملها ان شاء الله الرز. ننزل بمقادير الرز كده يا استاذنا، مقادير الرز الريزو يا جماعه، وازاي نقدر ان احنا نعمله ونعمله في منتهى السهوله ان شاء الله. مقادير بسيطه جدا، بيكون عندي كيلو رز مصري طبعا، بيكون عندي سمره بصل، بيكون عندي زبده، والزيت ضروري جدا، الزيت عشان هو اللي بيلمع الرز. زبدة أي نوع طبعا بيكون عند حضراتكم. 10 فصوص توم سلام، 10 8 5 ممكن إن أنا أشيله، بس هو دي تركيبة الرز زي ما اتفقنا اللي هو رز ريزو. أربع معلقة كبيرة ورشستر صوص، 4 معلقة كبيرة هوت صوص، معلقة كبيرة خلطة بروست حارة، اللي هي اللي أنا هشرحها وهقول لكم عليها. تعالوا نعمل الرز يلحق يستوي ونشوف الدنيا بتاعتنا فيها إيه. يلا بينا يلا بينا. أول حاجة طبعا بنيجي هنا بحط البصل. عايز تشتغل انت؟ تعال. ما خلاص بحط طبعا البصل بتاعنا كده من غير اي حاجه. طبعا الحلل دي من الحلل القيمه جدا. جبت الملح يا ايمن؟ اسمها ايه؟ ايه احسن حاجه بتعملها يا ايمن؟ احسن حاجه بعملها اللي هو البروست طبعا اللي انت علمته لي. اهم حاجه اللي انا علمته لك. طبعا كل الاكلات المتعلمه منك طبعا. على المستوى الشخصي والمهني هو ابني، وانا بعزه جدا، ومن الناس الجميله اللي بتشتغل معايا بضمير يعني. وطبعا احنا في الشهر الكريم ان شاء الله بنحاول ان احنا، او انا كمحمود عطيه، ان احنا نعمل وصفات في صوره مميزه جدا، بس زي ما اتفقنا ونرجع لايام زمان 15 سنه فاتوا في صورة اقتصادية. البصل من غير أي حاجة هنا، أنا اديته ملح بس. اديته ملح بس. فابتدى ينشف. أولاً مش هياخد مني مادة دهنية، مش هياخد مني مادة دهنية كتير. هنزل بمعلقة زيت، وهنزل بمعلقة زبدة، ويا ريت أخلي ممكن معلقة الزبدة على الوش، يبقى أفضل كتير، وأدي معلقة الزبدة. حلوة جداً كده. حلو. هنبدأ ننزل بجزئيه من الهوت صوص. لو ولادي ما بيحبوش اقدر ان استبدله بالكاتشب. الورشستر صوص، ودي تركيبه الرز يا جماعه بتاعت المطاعم الكبيره المشهوره. وهننزل في حدود 4 فصوص توم سلام، وهننزل بالمرقه، ونبدا نحط ميه سخنه عشان الكلام ده يغلي شويه بالشكل ده. هقول عملت ايه تاني. خلي دول على جنب عين. انا خدت البصله لما اخدها على النار، انا باخد البصله من غير اي حاجه خالص، فبالتالي هي بتنشف ميتها. بعد كده ببتدي ان انا اديها الملح، فبتنشف تماما، فبالتالي شويه الكتار بيبقوا شويه صغيرين، وبتبدا تنشف وبتبدا تاخد وش معايا. بعد كده بتاخد ماده دهنيه قليله جدا، اللي هو الزيت او السمنه او زبده او اي ماده دهنيه حضرتك بتشتغلي بيها. ببتدي ان انا بعد كده احط التوم سليم، نص التوم بس، وابتدي ان انا فين الورشستر، هات لي الهوت صوص بس يا ايمن كده، الهوت الاحمر اهو، وابتدي انزل بيه الهوت صوص. ما تخافوش
ما تخافوش بس انا عشان البوز بتاعها ضيق شويه. وبعد كده بدل ورشستر صوص، وبعد كده المرقه، واخلي الكلام ده هيغلي عندي كده، وابتدي ان انا اسقط الرز. انا اسقط الرز على طول دلوقتي اهوت كده اهو، ويكون الرز بينه وبين يعني علو الميه فيه عقله صباع، عقله صباع مش اكتر. ده الرز الريزو كده هنسيبه يتشرب، بيروح على نار هاديه بعد كده. دي النار الهاديه، دي على نار، دي كده اللي هاديه على نار. الايدين كده اتحرقوا ماشي، هو اكون هي دي اللي هديتها. صدق لسه بس يا جماعه بتدرب على البوتاجاز معاهم كده. احنا عملنا الرز بتاعنا اللي هو الرز الريزو، بحطه طبعا هيبدا ان هو يتشرب دلوقتي، بعد كده بنقله على نار هاديه بيبدا، او لو عندي اللي هو الشياطه ديت واحطه على نار هاديه هيبدا عندي يفتح ويشتغل معايا ويبقى زي الفل ان شاء الله. وهي دي تركيبته تماما تماما. قبل ما اخد الفاصل، عشان بعد ما نرجع من الفاصل نبدا نشوف ازاي بيعملوا اسمه ايه ايمن، المسحب تانج ولا الناس هنعمل المسحب، وايه تاني يا ايمن؟ والزنجر. هنعملهم ونشوف تركيبتهم ايه، وازاي بتطلع الخلطه مقرمشه، وازاي الغابه اللي بتبقى موجوده ديت في الفراخ ازاي ديت سرها ايه وهنعملها ازاي، وبعد كده نعمل البسبوسه ونمزمز مع روحنا مع الشغل دوت. هاخد فاصل واعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفصل طبعا عملنا الرز الريزو، لازم يتحط على نار هاديه بالشكل دوت، بحيث طالما البخار شغال عندي كده مفيش اي مشاكل خالص. وشفنا طريقته ايه، والف هنا ليكم. ساعه الفطار فاضل تقريبا قد ايه؟ خمس ساعات. خمس ساعات صح؟ صايمين يا اولاد؟ وانت بالامانه؟ لا زي كل سنه. هنخش بعد كده على خلطه الفراخ اللي هي الزنجر او المسحب او بيبقى في اي نوع من انواع لو حبينا للمسحب زي السيليكون اهلا وسهلا، مفيش ممكن ان احنا نحطه في كيس. هنشوف ايمن دلوقتي هيبدا يشرحه ويدي التتبيله بتاعته ويبدا يقول لنا يعمل ايه. يلا يا بيه، السكينه اهي، علي صوتك. اول حاجه هنجيب قطعه الصدر. صوته مش طالع صح؟ طالع، علي صوتك. اول حاجه بنجيب قطعه الصدر. بص على الكاميرا. 30 جنيه ب 40 جنيه بتقلق. ونحاول نقطعها رقيق خالص جدا. بحيث انها تبقى زي ايه، الملفيه كده. زي الايه؟ الملفيه. ده لو الملفيه كده كان زمانه طفش منك. مفيش حد يتصل يقول له يعني ايه الملفيه ولا؟ وبعدين؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. لا ما توشوش، علي صوتك. مش لازم التجربه كامله. طبعا بعد كده ايمن بتديها بقى، انت جاهز لها انت الخلطه هنا بس عشان الجا. بص هو بيبقى الشكل كده برضو يا جماعه، اللي هو ايه، في السيليكون قطع فراخ زي ما ايمن هيورينا دلوقتي. بحطها طبعا بتخش الفريزر. لو الكاميرا معايا اقرب لك يا مهند كده اهي بالشكل ده ماشي براحتك. ماشي، حطها في البتر اللي هو ايه، اللي هو عباره عن كوبايه من الدقيق، معلقه نشا في حدود تقريبا كوبايتين من الميه، وبيديني الشكل النهائي دوت اللي هو المسحب. انا بجيب انا من الاخر، وايمن هيشرح لنا دلوقتي بالظبط ايه. هتبل هنا؟ لا دي هعمل فيها البسبوسه يا بيه. عايز تتبل انت؟ اديك حاجه تتبل فيها. حاضر، الاول احط ده هنا كده يتقل. يا استاذ ممدوح اهلا بحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك. دكتور ممدوح شعره معاك يا شيف محمود. يا اهلا يا دكتور ممدوح، ازاي سعادتك؟ كل عام وانت طيب. وسعادتك بالف خير والف صحه. ومنور الشاشه يا باشا. رمضان كريم، ونتمنى تيجي تفطر معانا. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الله يخليك. الخلوق دكتور ممدوح، كل سنه وحضرتك بالف خير وبالف صحه. الله يخليك.
وربنا يرفع مشانك. لا 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 عايز اسلم عليك ولوك عايز اسلم عليك. الله يسلم عمرك يزيدنا الشرف طبعا. الو اهلا اهلا يا لارا، ازيك يا حبيبتي؟ شيف محمود عامله ايه يا نور عيني؟ كل سنه وانت طيبه. صايمه ولا زي ايمن؟ لارا طول ما احنا جايين عمال يقول لي انا جعان انا جعان. مطرق طويل برضه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وربنا يكرمك ويبارك. الو اهلا اهلا يا حبيبتي عامله ايه؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انا ملك. ازيك يا ملك؟ كل سنه وانت طيبه وبخير يا ملك. وانت طيب. ربنا يكرمك يا بنتي ويبارك فيكي. ها وانت طيب. صايمان جده بيعمل معاكي ايه وبيعملك فطار حلو ولا لا؟ ماشي يا ملك. انا صايمه انا صايمه دايما يا حبيبتي، صايمه وبخير وكل سنه وانت طيبه يا رب ويبارك في عمرك. الف شكر يا شيف محمود، ربنا يبارك لك يا رب ومنور الشاشه كده دايما على طول. الله يكرمك يا دكتور، تسلم لي، ما تحرمش من سعادتك يا عبد، ربنا يخليك. الله يخليك يا حبيبي، اتفضل، ربنا يوفقك يا رب. انت مالك الراجل بيكلمني، انت وقفت ليه؟ اه عايزين بس حاجه. انا هو الراجل بيكلمني، انت وقفت ليه؟ انا عايز انا مش واقف. امال ايه؟ احنا عايزين حاجه نتبل فيها. حاجه نتبل فيها ماشي، اجيب لك انا، ما انا اللي جاي مساعد، انا عارف. امشي خد طبق فوم اهو. دلوقتي ايمن بيعمل ايه؟ هو بيبدا التتبيله بتاعتك عباره ايه؟ هننزل بمقادير الزنجر كده. المعد الرائع الجميل، ناس هنا محترمه وجميله قوي. انا عايز اعلى عين ده فين؟ هينزل دلوقتي. بص يا سيدي، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، نص معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كاري، نص لتر نص معلقه صغيره من المحلب، فلفل ابيض. ده انت عامل زي ما اكون بتعمل لي اختبار، اختبار نضاره، واخد بالك؟ لا يا بص على اليمين، يا دي بص على اليمين، معلقه صغيره دي كده بص على الشمال. معلقه صغيره معلقه صغيره ملح، 2 معلقه كبيره من 2 جرام ملح ليمون. معلش لا النضارة محتاجة تتغير خالص يا شاهد. طيب ده كده المقادير بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها، اللي هي بنجيبها بنحطها في كيس مثلا زي كده، وبنبدأ ناخد منها. أيمن بياخد منها معلقة صغيرة على نص كيلو من الفيليه، ويبدأ يقطعه زي تشريحة الشاورما، وممكن يحطه في كيس ويجمده في الفريزر، كيس بلاستيك ويجمده ويقطعه مكعبات زي ما أنا عملت هنا، أو ممكن يشتغل. أنت اشتغل. او ممكن ان هو يحطه كده في السي دي مثلا بتاعت ستيك او ايس كريم، وهيخش الكلام ده يجمد يديني الاسطمبه اللي طلعت اللي حضراتكم شفتوها دي. طيب شد حيلك يا ايمن شويه عشان لسه عندنا استاذه فاطمه. اهلا بيكي استاذتنا الغاليه. استاذه فاطمه اهلا بسعادتك. ازاي حضرتك يا شيخ؟ ازاي كل سنه وانت طيب. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الله يكرمك. الحمد لله، مبروك على البرنامج. كل سنه وسعادتك يا رب، وسعادتك بالف خير وبالف صحه، وكل سنه وسعادتك بالف خير وبالف صحه يا رب. وحضرتك بخير. عامله ايه على الفطار بقى النهارده؟ قولي لي عامله ايه على الفطار؟ عامله ايه؟ ورق عنب. الله، ايوه ورق عنب وجنبيه، ما هو ده عارفين ورق عنب ومكرونه. الست المصريه رز وبطاطس، ايه اللي جنبيه؟ ايه اللي مستخبي؟ ولا حاجة. ربنا يكرمك وبألف هنا، عاملين فطار يا أيمن. الله يهنيك يا شيخ، خف على أيمن شوية يا شيخ. ده حبيبي. هو حبيبنا كلنا وأنت حبيبنا كلنا يا شيخ. الله يخليك، بس برضه ما هيتعين رئيس مجلس الإدارة قريب. أيوه. هنمشي منك يا رب، ربنا يخليك لينا يا رب. كل عام وأنت بخير والقناة بخير. وسعادتك بألف صحة يا رب إن شاء الله. تسلمي لي. هنبدأ ندي الرز كده، بصوا. مع السلامة. الله يخليك، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده، وبرده احنا ماشيين واحده واحده معاك. ايمن عامل فطار ايه النهارده؟ الحاجه عامله فطار ايه عندهم؟ والله ما اعرف، هي سالتني هتفطر معانا ولا لا، فما اعرفش الفطار هيبقى ايه. طب ليه لما بقول لك تعالى افطر معايا ما بتجيش؟ يعني انت جيت تقريبا اربع ايام، اربع خمس ايام. لا الاسبوع كله من اول رمضان. زي ما احنا شايفين دلوقتي ايمن قطعها قطع زي الشاورما، ودي فكره المسحب اللي هو بيتباع في مصر. او الفكره ان هما بيعملوا ايه بقى؟ الفراخ بتتقطع وبتتكبس
وبتتجمد في بلوكات، وليكن بلوك قد كده. بعد كده اما يتجمد يخش على مناشير ويبدا ياخد حاجه اسمها البتر. البتر اللي هو عباره عن دقيق، يعني لو قلنا الكوبايه دي هننزل بالمقادير كلها دلوقتي، بتاخد معلقه كبيره من النشا، بتاخد معلقه كوبايتين من الميه، فبيبقى الخليط سايل بالشكل ده. وبعد كده ينزل في البقسماط، وهو ده اللي انا بحمره دلوقتي، فعشان كده بنكسب وقت اهو. اتفقنا؟ طبعا بيبقى عايز نار عاليه على طول، ما بيبقاش عايز نار هاديه. هنبص على النار العاليه هنا كده. انا عايز اعلى نار يا ايمن. طيب يلا يا خلاص دي كده احنا هنعينها المفروض على في الفريزر مثلا. هنيجي نقطع قطال يا ايمن يلا الفراخ اللي هي البروست. لا مش بروست بقى، احنا هنعمل اللي هو الزنجر. وري لهم كده، دي كده الوراك عندنا، ونبدا نشوف دنيتنا فيها ايه. وبرده من نفس التتبيله لو ننزل بقيه المقادير اعدادنا الرائع استاذ محمد يا ريت. ادي كده المقادير بتاعتنا اهيت، اللي هي قلنا نص كيلو من صدور فراخ شرايح، ده اللي هو هنعمل بيه الصدور اللي هنعمل بيها المسحب. اما الوراك مقدار من تتبيله الزنجر، ده اللي هو المسحب اللي ايمن عمله، مقدار من البتر الخاص بالزنجر، بوسومات اورنج خاص بالمسحب. ماشي، ده اللي هو اتعمل وخلص خلاص. طب هات لنا بقى مقادير اللي هو الزنجر المعد الرائع. وبعدين يلا يا ايمن. حار ولا بارد؟ نعم. هنتبل حار ولا بارد؟ نزل بيه كله. يا حبيبي تسلم ايدك. ده طيب؟ عباره عن ايه بقى؟ مقادير اللي هو الزنجر. كيلو دقيق. دي بقى الخلطه اللي هي الخلطه المقرمشه المعروفه دايما. 100 جرام من النشا، 10، ايه راي يا ايمن انت؟ عينيك تجيب؟ كيلو دقيق، 10 جرام نشا، 10 جرام بيكنج باودر، 10 جرام كشافه زمان، 10 جرام بيكربونات، 2 جرام نشادر، 20 جرام ملح، 20 جرام خلطه تتبيله الفراخ. اقرا بالراحه يا ايمن. تاني؟ معانا كيلو دقيق، 100 جرام نشا، 10 جرام بيكنج باودر، 10 جرام بيكربونات، 2 جرام نشادر، 20 جرام ملح، 20 جرام خلطه تتبيله الفراخ. حلو قوي. يبقى كده دي المقادير بتاعتنا. مقدار ايه؟ الزنجر 600 اللي هو البتر. ايه رايك يا ايمن؟ مقادير البتر معانا بقى 650 ميه، 350 جرام دقيق، و50 جرام نشا. حلو قوي. عفوا، 650 ملي من الميه، يعني في حدود مثلا 3 كوبايات، 350 جرام دقيق، 50 جرام نشا، كله مع بعضه هيديني الخليط اللي هو معانا. عايزك واحده واحده عشان الناس تاخد بالها. يلا بينا نرجع كده. ايمن ابتدى من نفس الخلطه اللي هو قال عليها في الاول خالص، اللي هي كانت نزلت مقاديرها في الاول خالص، ابتدى ان هو دلوقتي يتبل بيها الفراخ او الوراك. يا استاذه منى اهلا بسعادتك. اهلا بحضرتك يا شيف، كل سنه وحضرتك طيب. سعادتك بألف خير وألف صحه يا رب. نورنا والله يا شيف. ده نور انبسطنا جدا. تسلمي لي، الله يكرمك، الله يكرمك والله العظيم. والبنات قاعدين مبسوطين قوي قوي ان هم شايفين حضرتك وشايفين ايمن. الله يخليك يا رب. تسلمي ايمن، كل سنه يعني وحضرتك طيب يا رب. ايمن اطلع بره، هخلي ايمن بقى كده ورا ورا الشاشه بقى، ايه رايك؟ لا ازاي يا شيف. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويديم المعروف. الله يخليك. قولي لي عامله والله منورنا والله يا شيف، يعني التلفزيون نور الشقه كده لما حضرتك طلعت على الشاشه. الله يخليك. قولي لي عامله افطار ايه النهارده؟ كشري. الله نمبر 1. تعبنا بقى من الاكلات الثانيه دي. لا لسه بدري معلش. لا معلش، ما تسخنيش السيدات، ما تقوليش تعبنا. لا خلاص، وعايزين حاجه حرشه كده يا شيخ. ماما على يوم 25 الكلمتين دول يتقالوا، ما نسمع اغنيه والله لسه بدري. يا ماما تبتدي تعملي الكشري، انما هتقولي لي من دلوقتي تعبنا. احنا لسه، انا كنت لسه عامله لهم امبارح كنتاكي يا شيف. ماشي، ربنا يديك الصحه وبالف هنا يا حبيبتي. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. احنا الاعداد بيقول لك ممكن تعزمينا على الفطار عند سعادتك طالما كشري. ربنا يبارك لنا في عمرك ويخليك لينا وتسلمي لنا. طيب ايمن دلوقتي تعالى يلا، عشان انا بس عايز نار تبقى عاليه جدا.
يلا تعالى دلوقتي هيبدا دلوقتي ايمن يعمل ايه. ادي الدقيق بتاعنا، اشرح لهم يا ايمن عملت فيه ايه. هو الدقيق حطينا فيه المكونات اللي هو النشادر والبتر. لا انا مش بتحكي لي انا. اللي حطينا فيه النشادر هو عباره عن كان كيلو دقيق حطينا فيه اللي هو النشادر مرة. النشادر وال انت بتيجي عند النشادر وتاني حطينا الدقيق حطينا والنشادر والنشادر والبيكنج باودر والبيكربونات وخلطناهم مع بعض. وبعد كده هننزل بالبتر، هنحط اول حاجه هنبدر. ايه هو البتر؟ عباره عن كان دقيق ونشا وميه. اه تعالى هدي كده عشان انت، انا عارف انك انت هتبهدلهم، واقعد اقوله بالراحه على ايمن ومش بالراحه على ايمن ومحدش عارف حاجه. ده كده اللي هو المسحب يا جماعه اهوت. ها قول لي بقى تعمل ايه. اول حاجه هننزل في البتر. البتر اللي هو كان ايه وايه؟ دقيق اه نشا اه كلمهم هم دقيق ونشا و وميه. وميه حلو. ما بتنزلش بميه ساقعه على طول ليه؟ طيب عادي، هو ده اسهل لست البيت. طب يلا البطر. حلو. اهم حاجه بقى ايوه وري لهم المرحله دي كويس جدا يا عيب. بنعمل رولينج، حركات دائريه كده في قلب الدقيق عشان تطلع الخرفشه والبريدنج اللي بنشوفه في قلب في المطاعم يعني. انا بحاول اجيب لك اعلى نار برضو. بتعمل ايه؟ رولينج. يعني ايه رولينج؟ حركات دائريه كده في قلب الدقيق اللي هو يعني يعتبر اللي هو 7 تن 7. بنتكلم اللغه بتاعت ايه؟ مين؟ 7 تن 7. تقصد 10 10 يعني 10 7 10 اه يعني مثلا ننزل في الدقيق وبعد كده في الميه وبعد كده في الدقيق. طب شد حيلك عشان احنا مش ايه، مش في الاكاديميه، احنا فين؟ وري لهم. استنى اهدى ما الكاميرا تجي لك. لف كده. ايوه ايوه. شايفين كده يا جماعه ايمن عمل ايه؟ عايزينه دبل. ممكن ننزل بشويه، ننزل في المايه كمان. لا عايز صوتي يعلى. لو عايزينه ايه؟ دبل دبل بريدنج. ننزل في المايه وبعد كده في الدقيق ونقلب. حلو. علي صوتك على بال ما نغرف البسبوسه اللي هنعملها بعد ايه؟ بعد ما ناخد الفاصل. ايه رايك؟ ماشي. اجهز انا الحلو، انت عارف انا غاوي الحلو. وبعد كده نقف نعملها براحتنا. مش عاجبك ولا ايه؟ لا عاجبني. ها؟ عاجبني. شايفك كده النهارده كده يعني كلامي نص ومش عاجبك. انا لا كبرت يا ايمن ولا ايه؟ لا ما اقدرش. اتفقنا عليها تغ. هو ده. وايوه كده وري له. على ما انزل بقى النار على طول. هحط اتنين كده مع بعض. يبقى هنا الفكره ايه؟ الفكره ايه بقى اللي انت يعني عايزك توضح لهم يا ايمن؟ الفكره اللي انت عملتها ان هو اللي يدي القرمشه. بس عشان بغرف البسبوسه نحطها في الميه مرتين. شايفين البسبوسه عامله ازاي يا جماعه؟ مهلبيه اهي. البسبوسه بتاعتنا طبعا اهي. بس نخلص مع ايمن ونرجع للبسبوس وقهوه. يلا انزل في الزيت على طول. هنبدا نيجي دلوقتي اهم حاجه ان احنا نبص على القرمشه بتاعتنا هنا اهي، او ال 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 الكوتنج اللي هو الكوتنج اللي هو القرمشه اللي هي بتاعت ايه، قشره السمك اللي انتوا دايما تطوق. الزيت يكون سخن جدا. هتقولوا لي طب ده ينفع الكلام دوت يا شيف محمود؟ ابعد شويه كده عشان الكاميرا. يا شيف محمود ده ينفع دوت لما تبقى حاجه بالعظم او كده؟ لا بالعظم الزيت بس عايزه يبقى غزير عن كده شويه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان بنحط غطا، يعني انا لو عادي حله مثلا فانا بغطيها شويه الاول. هنحط واحده بس دلوقتي يا عيني. بغطيها واسيبها في حدود تقريبا 7 دقايق وبعد كده ببتدي ان انا اكشف عليها. عايزين نبص على الرز بصه كده. شايفين منظر الرز كده بقى عامل ازاي اهو؟ طبعا كل ما كانت الحله مميزه، بس كفايه اتنين يا ايمن، كل ما كانت الحله مميزه كل ما كانت الحله صغيره ما بتلزقش. فبقى دي طبعا دي نوع من انواع الحلل الجرانيت المميزه جدا اللي لو اشتغلتوا بيها بصوا فوق زي تحت. شايفين اللون الرز يا جماعه؟ ها اظن لا يختلف عليه اتنين. ولسه يعني اول مره. شايفين التوم سليم ازاي؟ اولادي حبوا يشيلوا التوم يشيلوه،
ولكن هنا في المرحله ديت انا خدت الريحه اللي هي موجوده في الثوم. طيب قبل ما ناخد فاصل عشان نروق الدنيا، احنا دلوقتي الرز اهو خلص، اللي عملنا المسحب وشرحنا فكرته، الفراخ عندي اهيت، لو الكاميرا جابتها هتلاقوا منظر الكشعريره فيها مميز جدا جدا جدا. عشان نرجع ونعمل سيب دي ايمن هقليها، عشان نرجع ونعمل البسبوسه مع بعض هاخد الفاصل دلوقتي. عرفنا ازاي اللي يطلع عندي، خليه دي هنا كده ايمن، يعني انا عايز اوريكم بس، هو المفروض ما اقلبش دلوقتي اهو القرمشه، بصوا عامله ازاي. وطبعا بندي نشا والرز والبسبوسه بتاعتنا اللي احنا عايزين نتفرج عليها بعد الفاصل اهيت، ونعرف مقاديرها ايه اهي. ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف هنا فاصل واقعد لحظه. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا الرز، وايمن عملت ايه ايمن؟ عملنا الزنجر والمسحب. اهو بصوا، يعني ده هنا كده لما نيجي نقليه بيعملوا حلو ابن الايه ده بقى شيف. بصوا هنا كده منظره بعد ما اتقلى اهو، جاي معاك يا مهند اهو. واد ايمن ده خلفتي في الملاعب، ايه رايك؟ اعلى مبسوط اعلى. الواد ايمن ده خلفتي في الملاعب. وصلت. ادي كده انا قربها كده هناك كده عند مهند. تعالى يا ايمن ما تخافش. ونخش دلوقتي على طريقه البسبوسه، بس عايزين نغرف الرز، ايه رايك يا ايمن نغرف الرز؟ تعالى اغرفه انت، اغرفه بحرفيه بقى، شيف كده شيف محترم. نغرفه هنشيل كده الغطا ممكن. تعالوا بصوا ما شاء الله. لا 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 لا، بص يا ايمن دي كبيره قوي، احنا بس عايزين نوري لهم الرز عامل ازاي. ها نسري وجميل اهو. ما ايه نسري مفلفل. طب ما انا عارف، انا مش محتاج يعني في ايه، انا بقول لك اغرفه بس ما قلتلكش ايه رايك فيه. صح. ادي الرز اهوت بس كده، مش كتير يا ايمن يعني. ايوه كده حلو، اوعى كده يبقى في كده حته كده السنس او اقعد وش الكاميرا السنس. وهنا نجيب ايه قطعه الفراخ ديت، طبعا بيدوا عليه صوص باربيكيو او بيدوا عليه اي حاجه على الوش، ولكن انا بحب الرز يبقى كده عندي ايه حر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. المهم ان الفكره وصلت اهوت، وطبعا بتبقى ايه تمام. ادي كده الرز، وادي نحطه مع قطع الفراخ. تعال دلوقتي هنشوف مقادير البسبوسه. انزل لنا مقادير البسبوسه مخرجنا العبقري الرائع، وتعال نشوف كده طريقتها ايه وهنعمل ايه معاها. ايه راي ايمن؟ ما انا جايبك معايا ليه؟ نص كيلو سميد بسبوسه. برضه الصوت واطي. نص كيلو سميد بسبوسه. اعلى. 50 جرام جوز هند. 250 جرام سكر. 100 جرام عسل كنافه. 100 جرام سمنه سايحه. 150 ملي لبن. رشه فانيليا. اي مكسرات على الوش. والسيرب بيكون نص سكر، نص ميه، معلقه سمنه، ورشه فانيليا. تاني وبصوت عالي. مقادير البسبوسه الشرقي بيكون عباره عن نص كيلو سميد بسبوسه، 50 جرام جوز هند، 250 جرام سكر، 100 جرام عسل كنافه، 100 جرام سمنه سايحه، 150 ملي لبن، رشه فانيليا، اي مكسرات على الوش يعني تتحط. وبعد كده السيرب بيكون عباره عن كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، معلقه كبيره سمنه، ورشه فانيليا. حلوه. طيب مقادير البسبوسه دي يا جماعه من اسهل الاصناف والله اللي ممكن تكون، يعني من اسهل الاصناف فعلا اللي ممكن تكون، وانا عشان كده هخلي ايمن اللي يعملها. ادي نص كيلو سميد، وادي عندي هنا العسل، عسل كنافه، عسل كلوكوز، عسل نحل، مفيش مشاكل، عسل الكنافه التقيل دوت. وادي السمنه عندي، بس المفروض السمنه سايحه يعني، تعال سايحه مش مشكله اهي. 100 سمنه يعني نص كوبايه سمنه او تلت، انا ما بعرفش اشتغل بالكوبايه بصراحه.
وهنا نص كوبايه عسل، وادي اللبن، وادي جوز الهند، وادي السكر بتاعنا، وده السكر اللي هو بتاع السيرب. بحط السكر بتاع السيرب هنا كده، وابتدي اجي هنا كده خلاص، ادي الميه، ادي السكر يعني كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، واحط الكلام ده هنا عشان يغلي. بمجرد ما يغلي بفصل عليه وبديله معلقه سمنه. انا عايزه بقى الخليط بتاعي ميه بسكر، ميه بسكر بس. طب وبعدين هنبدا نيجي هنا نعمل البسبوسه بتاعتنا. تعالوا معايا كده واحده واحده. ايه ده يا شيف محمود الصينية؟ اه الشطره زي ما بيقولوا كده. ادي العسل اللي هم ال 100 جرام، وادي السمنه بتسيح، وادي اللبن اللي هو ال 150 لبن. طبعا انتوا في البيت هتحطوا الحاجه ببوله الاول. وادي السكر اللي هم ال 250 جرام من السكر. بصوا في الشغل دايما مفيش حاجه باذن الله بتقف قدامي او بحس ان الحاجه ديت لا ده انا مش هقدر اعملها. قلب يا ايمن. يبقى انا حطيت هنا كل المقادير مع بعضها، وادي السمنه اهيت. يبقى انا حطيت كل المقادير اللي هي المقادير اللي هي السايله، سمنه وقاشي ايمن، حطيتها في بوله، حطيتها في الصينيه. طبعا انا مفيش قدامي دلوقتي، احنا لسه داخلين للاستوديو انا وايمن دلوقتي، مفيش قدامي اي حاجه غير اني انا اشتغل هنا على طول. طيب هنيجي على المواد الجافه اللي هو ال 50 جرام جوز الهند ونص كيلو سميد اهو. حلو الكلام دوت عندي اهوت هنا، وهبتدي ان انا بعد ما السكر ده بقى عندي ابتدي ان انا انزل بالكلام ده هنا. ايدك بقى هنا يعني. هنا ايمن هيبتدي يستخدم ايده. لا لا، اللي ايمن بيعمله ده غلط. فرق، وهي الكميه دي او الريسبي ده ستاندر. ما يجيش حد بقى معلش هاتني وانا منفعل كده. مخرجنا الرائع يا ابني فرق يا حبيبي، شفت ايمن اللي عملها اهو؟ ايوه كده. ما يجيش واحد بقى ايه اللي هو اللي بيرتجل، واي حد بيرتجل الايام ديت بيودينا في حته تانية خالص. الله يخليكم، ركزوا في كل كلمه بتقولوها عشان نوصل لبر الامان. يقول لي يا شيف محمود الشوكه نحط عليها بيكنج باودر؟ يا شيف محمود ما ينفعش 200 جرام من السكر؟ ما ينفعش 150 جرام من السكر؟ هقول لك لا، بلاش الارتجال عشان خاطري، عشان ودانا في حته تانية خالص. زي ما انتم شايفين ايمن كده، ها الدنيا عامله ايه معايا؟ تمام. بص لا انت اقول لهم، شايفين المقدار مقادير متقدره ولا لا؟ ولا العجينه سايله ولا العجينه عندي خشنه. ونبدا نطلع كده، ادي خليط الزنجر يتحط بقى في توست النهارده. ها بس دي عايزه تتاخد صوره مجله، دي تسلم ايدك يا ايمن. طبعا شايفين عامل ازاي صوره مجله ولف ما اصل انا ياما طلعت في مجلات، فخلاص انا شبعت. انما انا عايز، انا عايز الواد ايمن ده اللي يبقى هي كل حاجه مشهور فيها، كل حاجه ايمن. واسماء ايه يا ايه اللي ايه اللي انا لسه بشكر فيك يا اخي. مالكش دعوه بسمسمه، اوعى كده. عندك معلقه نسويها بس؟ ايه لا كلابس انت مستخسر تقلعه ده؟ معلقه مش شيف احمد القاضي حاجته غنايم لينا. انت خايف ان انا اقول؟ هنبدا دلوقتي ان احنا ايه، او بصوا مقادير متقدره الراجل عملها هي. طب حدش دعوه بهزار معايا، انا بحبه جدا. هنبدا نخبط كده تمام، خبط بسيط كده. هاتي ايمن اللوز، ويبدا ايمن يرص لنا اللوز عشوائي. ما عنديش لوز بلاش، احنا لو كناه ساده كده هيجرى ايه؟ ما عنديش لوز بلاش. عندي وقدرت ان انا احط، بما اننا في الشهر الكريم يعني، فيبقى شيء مميز جدا 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 كده. الرز محطوط كويس، هيخش الكلام ده الفرن. ركزوا معايا عشان ممكن تعمل. وبعدين على فكره انا اخترت لكم ارخص صنف ممكن، ارخص صنف يا هبه ده ممكن، صح ولا ايه يا هبه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة طيبة يا هبة، عاملة ايه؟ وحضرتك طيب، منور منور الشاشة شيف الله. الله يخليك يا هبة، ما تحرمش منك، تسلمين. وحشتنا، انا من تلاميذك طبعا، ربنا يبارك لك ويديك الصحة وندعي لك للنهار والله. ربنا ما يحرمني منك، تسلمي لي، تسلمي لي يا هبة. ربنا يخليك تسلمي لي يا شيف. قولي لنا السؤال المعتاد. لا انا بسلم على حضرتك بس، ربنا يبارك. ما السؤال المعتاد اللي احنا بنسأله، عاملة افطار ايه النهاردة؟
لا لسه بفكر والله يا شيف. نعم بس هتعلم منك بقى صنف واعمله النهارده ان شاء الله. نعم لسه بفكر يا جدعان، عليا النعمه انا لو مراتي في يا جدعان ده الاكل لازم معمول من الساعه 12. طب في نيتك هتتفرج على حضرتك، في نيتك هتعملي ايه يا هبه؟ نعم في نيتك هتعملي ايه؟ هعمل سمك ان شاء الله. الله هوب الو، ابعت لنا 2 كيلو سمك مشوي وهتقفي تعملي الرز بس يا هبه صح؟ ان شاء الله يا شيخ. اللي رب خير من اشتراه. تعلم منك اهم حاجه يا شيخ، نشوفك كده اهم حاجه. تحرمش مني، كل سنه وانت طيبه وبالف صحه وبالف خير. وانت طيب يا شيخ ربنا يخليك. ادي صينيه البسبوسه يا جماعه، ولا سايحه ولا رايحه يمين ولا شمال، بتخش الفرن درجه حراره 100 200 200، بتقعد تقريبا في حدود 25 دقيقه نص ساعه 10 دقائق. اجيبك هنا للكاميرا تقول لهم 10 دقايق اجيبك. معايا شباب زي الورد هنا في القناه وعالم عشره قديم، في وفي ولاد كنت مربيهم من 15 سنه بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يكرمهم. لما الوش يحمر اللي هو وش البسبوسه اللي موجوده عندنا هين، وطبعا انا طلعت معلش مش مركز شويه اعذروني انا صايم انا كمان، هي لونها غامق شويه الاحمر، غرفتها في طبق غامق، المفروض كنت اغرفها في طبق ابيض، بس العيب مش عليا، العيب على اللي انا جايبه معايا دايما، هاتني وانا متنرفز يا مخرجنا، اللي انا جايبه عشان يفكرني عشان يقول لي، ويوم 140 جنيه مش قليله، باسمك هيطلع برضه. بعد كده لما بتخرج من الفرن بيكون السيرب ده عندي ميه بسكر بيكون دافي. عارفين لما بتسوي الرز المصري، الرز المصري زي ما انا سقيت الرز المصري ده دلوقتي وطلع مظبوط تمام التمام، بدي السيرب رز، انا دي عاملها من اول امبارح اللي انا مجهزها لكم. بقالي بقى 4 سنين ما بطلعش التلفزيون وبتاع، وكان استاذ محمد عقل كلمني وكان لازم اجي ونصر بيك وبتاع، فبالنسبه لي الموضوع بحس ان انا رايح ابني جبل، فعملتها من اول امبارح. بس شايفين عامله ازاي والطراوه اللي فيها عامله ازاي، سقيتها وخلاص. فالموضوع سهل جدا وتقدروا تعملوا سفره سهله وبسيطه ان شاء الله وحذاري. الاول طبعا قبل ما اقول لكم على معلومات مهمه قوي، انا بشكر مهندس محمد مرعي جدا من الشرقيه، الراجل دوت علمني جميع انواع الجبن وليه فضل عليا واستاذ وربنا يبارك فيه وفي عمره. في ناس بتعمل حاجه لوجه الله، حاجه جميله لوجه الله، فانا بشكره جدا. النصائح المهمه، هدي مثال عندي في البيت، ركز معايا يا ايمن، غير الايام اللي بتيجي تفطر فيها معايا، غير امبارح مثلا حنان اللي هي زوجتي عامله بتاع مثلا، احنا 5 دلوقتي، ان بنتي في لندن دلوقتي خلاص الدكتوره ليلى، فعامله بتاع قولوا 16 صباع كفته، لو ايمن جاي بنعملهم كلهم مش جاي، فقلت لها لا اعملي 8، محدش بياكل ساعه الفطار واني 8، انا حد سخي قوي على فكره. تاني يوم لو جبتي نص كيلو وراك حمرتيها معاهم هتمشي الدنيا، وبالفعل شلت نصهم والنص التاني هو اللي اتحمر بس. ففي لسفرة النهاردة كسبتي ماديا، كسبتي معنويا، كسبتي راحة، بدنك نايمة للعصر زي ما بتصحوا كده، مفيش حد لما قال لي انا لسه ما فكرتش اعمل غدا ايه، انما انت نايمة فطار ايه عفوا، انت نايمة مرتاحة جدا جدا مفيش اي مشاكل. لمي كل حتة فراخ، كل حتة شوية بسبوسة زي دول فاضوا في كيس تلاجة، اي مفيش حاجه بتترمي، اجيب لفه جلاش تاني يوم لف فيها البسبوسه، خش الفرن ادي السيرب، مفيش حاجه صعبه. عارفين كنت عايز اعمل لكم، يمكن اعملها لكم الحلقه الجايه لو لينا عمر ولينا نصيب، احنا لو السكر مثلا متغلبين في انكم تجيبوها وحاجه زي كده، انا فكرت ليه ما نديش عسل اسود للجلاش مثلا، انا فكرت فيها يعني راجل كبرت بس يعني دماغي لسه شغاله، عسل اسود التخانه بتاعته هو كعسل وهو بيطلع منه السكر فاسقي على طول بيه. بس ما جربتهاش بصراحة. ولا ايه عندك حاجة عايز تقولها؟ لا ما اقدرش. الاسم الاسم. فهو ده اللي انا بقول لكم عليه، ودايما اقول كلمة حلوة قوي 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 في فكرة في البرنامج وبقولها للناس معايا، على معايا ناس على الجروبات ببعت لهم التحية كلهم، جروب عائلتي وجروب الاجبان، عايز اقول لكم الحياة هنعيشها، رحت يمين رحت شمال دخلت القبر برجلك وربنا كاتب لك تعيشها هتعيش، انت هتعيشها خلاص، انا محمود عطيه انا هعيش. طلعت على الهوا دلوقتي بهزر وبضحك وبتاع، عم بهزر مع ايمن ودخلت القناه من ساعه ما دخلت،
ولا شاي ولا قهوة ولا كلام من ده، لكن المزاج عال العال وجميل جدا. ليه؟ لأنها عايشة عايشة، وهعيش وقت الصيام هعيشه. ولو اتنرفزت وقت الصيام هاجي ساعة المغرب أول ما أفطر وأحط الشاي ولا القهوة ولا الأكل بوي، أنا إيه اللي عملته وأنا صايم ده؟ إيه ده، أنا زعلت للراجل ده إزاي؟ ده والله اللي بيحصل لنا كلنا. فدايما استعيذ بالله، هنعيشها في رمضان وبعد رمضان وبس. ده اللي عايز اقول لكم عليه، هي دي المعلومه. نوفر كل حاجه في بيتنا، ما نرميش حاجه ابدا ابدا. الفول فاض منكم في السحور، تاني يوم اعملوه بالطماطم، تالت يوم بالطحينه، العبوا. الست المصريه هي انا بسميها الست المكافحه، مش عشان اخد، مش محتاج شعبيه، انا راجل شعر ابيض واخذت من العمر عاتيا ومضى قطار العمر زي ما بقول، وكاس الشايب ايه مولدي وعاشق لمصر. اوعى تكمل احسن احنا على الهوا، ولكن عاشق المصريين. اسكت. ولكن الست المصريه ست مكافحه، ست مجتهده جدا، ست بتتعب جدا 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 عشان تقدر تنهض بسفينه الحياه او باسرتها وبيتها وباولادها. الست بالذات، مش انا الراجل اهوت، الراجل تيكي 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 وبيروح ومش عارف ايه وراح اتجوز واحده ثانيه ومش بينشغل بحياته تماما. بينشغل بحياته تماما. لكن الست هي اللي بتدنيها قاعده على عيالها لغايه ما يكبروا، الام ام. فربنا يكرمكم ويبارك فيكم، وكلنا تقريبا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا نخدمكم ونساعدكم ان انتم تنهضوا في وصفات ممكن نعملها او اي حاجه ممكن نعملها. انا بشكركم جدا. خلاص كده الوقت خلص استاذ محمد. طيب اخلي الشيف ايمن يختم ولا انا؟ لا اختم انت. طيب مين اللي هيحاسب على اليوميه، انا ولا انت؟ اختم ايمن. اختم انت بس. في نهاية الفقرة طبعا او الحلقة بشكركم جدا، بشكر ايمن. ايمن ده يعني عارفين الشيء اللي ربنا حطه في حياتي كده جوه قلبي، فبشكركم جدا. وان شاء الله ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي انا معاكم الساعة 1 برضو. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله. اعمل باي باي.